ليه السعودية بتقدرش تصدر البترول لأي مكان في العالم إلا بالدولار؟ السعودية أكبر مصدرة للبترول في العالم، وهي الجزء الرئيس، بل هي العمود الفقري لأوبك. لأن بكل بساطة بعد ما الرئيس الأمريكي نيكسون خد قرار إلغاء ربط الدولار بالذهب سنة 1971، العالم بقى في أزمة كبيرة بعد ما اعتمد أكتر من 27 سنة على الدولار كعملة رئيسية مربوطة بالذهب، تقدر تاخد مكان زي ما حكيت لحضرتك كل 35 دولار تقدر لحد سنة 71 تاخد مكانهم أقية الذهب. أقية الذهب اللي هي 31 جرام ونص تقريبا، كنت تروح تاخد الأقية دي، تاخد ال 35 دولار تاخد أقية الذهب. القرار ده ألغي سنة 71، ونيكسون قال لك الدولار مرتبط بقوة اقتصاد. كان موضوع خطير جدا وقلب الدنيا حرفيا. مين اللي حلل أمريكا تلك المعادلة وقدر يدي قوة للدولار بعد ما أصبح بدون غطاء ذهبي، بعد ما العالم بقى قلق جدا من الدولار؟ السعودية. السعودية هي التي قامت بتلك المهمة في اتفاق تاريخي. أمريكا بعد ما قطعت السعودية والدول العربية تصدير البترول للعالم وقت حرب أكتوبر 73، العالم كله أصبح في أزمة، فهمت أمريكا واستوعبت أهمية هذا السلاح الخطير اللي هو سلاح البترول للسيطرة على العالم، فحبت تربط البترول بالدولار لكي تعود ثقة العالم في الدولار. أمريكا نجحت في إقناع السعودية أنها تصدر للعالم البترول بالدولار بس. الاتفاق كان عنوانه البترول مقابل الحماية. هذا الاتفاق المهم في مجرى التاريخ واللي بيحكم حاجات كتيرة بتحصل في العالم لحد النهاردة. هحكي لك النهاردة بإذن الله كواليس هذا الاتفاق. في شاهد عيان مهم جدا كان مشارك بقوة في هذا المشهد وفي تلك المعادلة، رجل الاقتصاد الأمريكي جون بيركنز، صاحب كتاب من أكثر الكتب مبيعا في العالم واللي ترجم لأكثر من 30 لغة، وهو كتاب الاغتيال الاقتصادي للأمم. الاغتيال الاقتصادي للأمم ده كتاب جون بيركنز، واحد من أكثر الكتب مبيعا في العالم وترجم ل 30 لغة. نعم، الكتب اللي اتكتبت في هذا الموضوع زي امريكا قدرت تختال دول العالم اقتصاديا، وازاي صنعت انقلابات وغيرت نظم وانظمه وقلبت انظمه حكم عشان تحتل الدول اقتصاديا. جون بيركنز قاتل الاقتصادي اللي شارك في هذا المشهد التاريخي، اقناع السعوديه البترول مقابل الحمايه، اتفاقيه البترو دولار، كان ليه شهادة مهمة جدا عن الاتفاق التاريخي ما بين السعودية وأمريكا، اتفاق البترو دولار، البترول مقابل الحماية. تعال بس الأول نشوف جون بيركنز إزاي عرف نفسه للعالم، القاتل الاقتصادي ودوره مع آخرين، الراجل بيعترف في قتل اقتصاد الدول لصالح أمريكا. الحكاية دي مش مرتبطة، تقدر تسقطها على حاجات كتير، لكن دي مش قصتنا، القروض بتاعت صندوق النقد والبنك الدولي، لكن خلينا في قصتنا. الحكاية بدأت زي ما قلت حضرتك بعد قرار السعودية والدول العربية قطع البترول لأمريكا في حرب أكتوبر 73. استدعت أمريكا رجالها من القتلة الاقتصاديين عشان تشوف حل. هكذا حكى جون بيركنز. في الـ70s OPEC didn't like what we were doing in Israel. Same old story. And so they cut off our oil supplies. So some of you will remember these long lines at the gas stations. And we feared we were going to have another depression like the 1929 depression. And so the US Treasury Department came to me and other economic hitmen and said, listen, you know, we can't allow OPEC to blackmail us anymore. You guys got to come up with a plan so this will never happen again. الخطة كان هدفها الرئيس السعودي، لأن هي اللي بتمتلك البترول، لازم نسيطر على السعودية اقتصاديا. بدأوا يدرسوا زي يقدروا يسيطروا على المملكة، فما لقوش أكتر ولا أفضل للسيطرة من العيلة المالكة، عيلة آل سعود. We knew that that plan had to involve Saudi Arabia because it had more oil than anybody else, and it also the House of Saud, the royal family, was corrupt and corruptible. The long
version is explained in the book, but the short version of what we did, the deal we finally struck with the House of Saud, was a deal whereby they would return almost all the money they made from selling oil to the United States, invested in U.S. government security. الخطة ان الفلوس اللي بيدفعوها للسعودية مقابل البترول لازم ترجع لهم مرة تانية. جون بريكنز ورجاله القتل الاقتصاديين قالك نسيطر عليهم بان احنا نكون اللي نعمل لهم كل حاجة. كل حاجة يعني ايه؟ يعني نحملهم عرشهم. ودي كانت البداية. The U.S. Treasury Department would use the interest from those securities, which over the years has amounted to trillions of dollars, to hire U.S. companies to westernize Saudi Arabia, build petrochemical complexes, desalinization plants, whole cities out of the desert, McDonald's, and all the other things that go along with our Western culture. The House of Saud would also agree to keep the price of oil within limits acceptable to the oil companies. أنا بدعوكم دلوقتي جميعاً للانضمام لهذه القصة المهمة جداً، واللي ما شافهاش يبقى يشيرها، لأن القصة دي بتبين كيف يتم التحكم في العالم. قصة مش السعودية بس، هذه القصة لما حضرتك تكتمل هتفهم إن ليها أصابع في كل مشهد يحدث في العالم من سنة 71. مهم جداً. جون بريكنز ورجالته نجحوا في النهاية إن هم يخلوا السعودية تحت السيطرة الكاملة، ووصلوا لما يريدوه، التصدير بالدولار مقابل الحماية. And this is very, very important. They agree that they would never ever sell oil for anything other than US dollars. We, our part of the bargain was we agreed to keep the House of Saud in power, in control. It was an amazing deal, the deal of the century. It was history-making, incredibly powerful deal that we struck with Saudi Arabia, and it's held. أكيد بتسأل نفسك دلوقتي، هذه الصفقة الضخمة، النفط مقابل حكم آل سعود إلى الأبد، هكذا تلك الصفقة، إزاي تمت تلك الصفقة؟ وإزاي خلت أمريكا مسيطرة على السعودية؟ مهمة جدا، جزء من شهادة جون بريكنز واللي رواها في كتابه. وجون بريكنز اللي تم ارساله للسعوديه لكي يكون عراب تلك الصفقه. البدايه كانت في مشاهدات جون بريكنز للوضع في السعوديه. زرت المملكه العربيه السعوديه لاول، كانت صدمه بالنسبه لي. كانت السعوديه انذاك بلدا شديد التخلف، وليست كالسعوديه اليوم التي تعتبر من أغنى البلدان. آنذاك عندما وصلت إلى الرياض، كان أقوى انطباعاتي هو نظام جمع القمامة في العاصمة. كان عبارة عن قطيع من الماعز يجوب الشوارع ويلتهم جبالا من القمامة. السعوديين ما بيجمعوش القمامة، بيخلوا الأغنام يأكلوها، مش عايزين يعملوا حاجة، مش عايزين يشتغلوا يعني. فاحنا نعمل لهم كل حاجة عشان نسيطر عليهم ونخليهم يرفعوا النفقات، يصرفوا لأقصى درجة ممكنة، ونورطهم في عقود طويلة الأجل. بفترة قصيرة تم توقيع عقد مع الشركات الأمريكية لمعالجة المخلفات، ولكن انطباعي الأول آنذاك أثار صدمة كبيرة. لم أكن أتصور أبدا أن هناك بلدا في العالم بهذا التخلف، خصوصا مع الاحتياطي الهائل من النفط. بالطبع كانت مهمتي أن أقنع السعوديين بإنفاق أكبر قدر من المال على الشركات الأمريكية. جون بريكنز بيقول في الكتاب انه كان لازم يستنزفوا اقتصاد السعوديه زي ما قلت لحضرتك بالطرق اللي تحدث عنها وبعقود طويله جدا عشان يقدروا يحطوا السعوديه تحت سيطرته الكامله. طيب السؤال هتساله بقى، مين بقى اللي هيشتغل للسعوديين؟ مين هيشيل لهم الزباله؟ هو لما قال الزباله دي كان بيستشهد بالقمامه، السعوديين مش عايزين يعملوا اي حاجه. مين اللي يشيل لهم القمامة ويعمل لهم كل حاجة ويعمل أشغال السعوديين؟ قال لك نجيب لهم عمال من دول أخرى. شوف 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 الخطة الجهنمية اللي اتعملت. أكيد مش إحنا اللي هنشيلها. إحنا هنسيطر اقتصادياً فقط ونجيب عمال بقى اللي هم الباكستانيين والهنود ومن شرق آسيا وكده، وهم اللي اشتغلوا. بعد أربع عقود من هذا الاتفاق
والاستنزاف الاقتصادي للسعودية. السعودية ما قدرتش تفضل كده، ما فضلش السعوديين ما يشتغلوش، السعوديين شيئا فشيئا بقوا بيشتغلوا كل حاجة. يعني الخطة الأمريكية نجحت فعلا، لكن بعد 4 قروض السعوديين بيشتغلوا كل حاجة. لكن هم قدروا منذ البداية يقنعوا السعودية تماما بفكرتهم، والسياسة اللي استخدموها مع السعودية كانت سياسة العصا والجزرة. الجزرة هي تطوير السعودية، والعصا هي تخويفهم بالمصير بتاع محمد مصدق اللي خلعته أمريكا بالتعاون مع بريطانيا بعد ما انتخب سنة 1951 أثناء الحرب العالمية الثانية. وكانوا العصاية برضو تأميم شركات النفط اللي مسيطرة عليها بريطانيا. أمريكا وبريطانيا لازم ما كانش حاجة ممكن تتم من غير هذا الاتفاق. خوفوا السعودية من مصير مشرف، ودي كانت واحدة من أهم العصيان اللي استخدموها في قصة العصا والجزر. في كل حالة من واقع عملنا كانت لدينا في ترسانة وسائلنا العصا والجزرة. في حالة السعودية تحديدا كانت الجزرة هي الوعد بالإبقاء على الأسرة المالكة في الحكم مقابل بيع النفط للأمريكان بأسعار بخسة. كانت الجزرة أيضا هي تطوير العربية السعودية وضمان بقاء العائلة في الحكم. صحيح أن التطوير كان يعني التحديث على الطراز الغربي، وهذا قد يجر مشاكل كثيرة على المملكة وسائر دول الخليج. كان السعوديون يدركون ذلك، لهذا كنا بحاجة إلى العصا حتى لا يعدل أحد عن موقفه ولا ينسى مصير مصدق المؤسف. طيب إيه أهم حاجة وصلت لها أمريكا؟ بترو دولار. بعد ما فكينا الدولار عن الذهب كان لازم حاجة تعمل له غطا، البترول السعودي كان هو الغطا. أمريكا كانت في أزمة كبيرة جدا بعد إلغاء ربط الدولار بالذهب، والقصة دي اللي حكم بيها الدولار العالم من سنة 74 السعوديين مرارا قبل توقيع العقد لأقنعهم بأن يوقعوا العقد معنا نحن بالذات. وبالإضافة إلى ذلك كان علينا حسب مخططاتنا أن نقنعهم ببيع النفط السعودي مقابل الدولار الأمريكي فقط. كان ذلك مهما للغاية، لأن الرئيس ريتشارد نيكسون وسكرتير الخزانة الأمريكية جون كونيلي أوقفا سريان المعيار الذهبي للدولار. أمريكا في سبيل إنقاذ الدولار وانها تقدر تحكم العالم، هو اللي بيحكم العالم دلوقتي يا جماعه امريكا، لا الدولار الامريكي كانت مستعده في ظل هذا الاتفاق انها تعمل اي حاجه. ترجع لكلام ترامب، فصل لك ترامب لما بيتكلم وقت خاشقجي لما الدنيا اتقلبت عليه كله، قال لهم انتوا عايزين ادمر السعوديه، انتوا مش عارفين ايه اللي بيننا وبين السعوديه. طب انتوا عايزين اسرائيل ما تبقاش موجوده، لولا وجود السعودية ما كانش هيبقى فيه إسرائيل. كل حاجة مرتبطة بهذا الاتفاق قولا واحدا. أمريكا كانت في كارثة كبيرة جدا، وهذا الاتفاق اللي أنقذ الدولار وجعله يحكم العالم لحد اللحظة اللي بكلم حضرتك فيها. وكان ذلك يعني أن الدولار الأمريكي أصبح آنذاك في وضع محفوف بالمخاطر لاحتمال فقدانه لقيمته بشكل مضطرد. لهذا كان التعامل بالدولار في المسائل التجارية الضخمة مع السعودية يعني إنقاذا لوضع الدولار، ولذلك كنا نصر على التعامل بالدولار فقط. كل اللي كانوا عايزينه أمريكا اللي هو ربط الدولار، ان السعوديه ما تصدرش البترول الا بالدولار فسيتبعها الجميع. السعوديه عايزه ايه؟ وافقت على كل الحاجات دي مقابل ايه؟ مقابل الحمايه. حمايه ايه؟ حمايه اسره ال سعود وبقائها لاطول فتره ممكنه. ينبغي أن يكون مقبولا لشركاتنا النفطية. يعني أمريكا كانت تملي على السعودية شروط التعاقد بشكل كامل. نعم، كنا نريد فرض شروطنا، لذلك اقترحنا التالي: على السعوديين ألا يسمحوا أبدا بتكرار الحظر النفطي، وفي المقابل نتعهد نحن بحماية الأسرة المالكة ونبذل كل ما في وسعنا لكي تبقى في الحكم أطول فترة ممكنة. إيه اللي مطلوب من السعودية؟ شيء بسيط جدا. عشان كده انت اللي بيحصل من المناوشات دي مناوشات محدود، ان قرار الملك ده قرار امريكا اللي بتحمل عرش، احمي عرش، انا ما اخترتش ملكه الملك بتاعه، ما تمشيش يعني.
هذه الحماية وتلك الاتفاقية أهم حاجة تعملها السعودية، تنفيذ الشروط الأمريكية بمنتهى الدقة. حافظت ملوك السعودية على التعهد المتفق عليه فيما بيننا، وقد وفينا بالعهد وتدخلنا عندما اجتاح صدام حسين الكويت وراح يهدد العائلات المالكة في دول الخليج. كان ذلك جزء من الصفقة. صحيح تماما. عشان كده ابن سلمان بيتراجع دايما بعد ما يقعد يلعب بورقة الدولار واليوان ومش هنصدر وكده وبتاع، لأن الكارثة هتبقى على الأسرة كلها لو أمريكا تراجعت عن اتفاقها. ومع حرب العراق ودخول القوات الأمريكية الأراضي السعودية والخليجية واستقرارها بقى، أصبحت السيطرة الأمريكية أقوى وأقوى، ما هو موجودين فوق دماغك. فأنت يعني، وخلي بالك أن دخول القوات الأمريكية يعني لولا حكاية صدام كانك تقنع السعوديين، ما كان في اتفاق اصلا، انت عارف اتفاق خطير جدا، فانك تجيب قوات الامريكيه تحطها فوق دماغ السعوديه، يعني الحمايه والتخويف، ما هو الحمايه، ما انت الجنود وكل حاجه بتاعتك، زي ما انت بتحمي ممكن تاذي، زي ما انت بتحمي ممكن تاذي. فاقناع السعوديين بموضوع الوجود الامريكان في الخليج مش سهل، لم يكن سهلا، لكن الخوف والرعب من صدام كان اكبر. مش سهل رغم استخدامه العصا والجزرة ورغم كل اللي قلته لك ده. الملك فيصل كان الله يرحمه لهم موضوع ده خطير، بتاع الاتفاقية دي بتاعت البترول والدولار وحماية الأسرة مقابل ان السعودية تربط البترول بالدولار، قال لهم موضوع ده خطير فيصل الله يرحمه، ولازم يوافق عليه كل أفراد الأسرة المالكة جميعهم، لازم يبقى اتفاق جماعي، لأن الأسرة هتفضل تدفع ثمنه طول العمر. تعاملوا مع السعودية 61 وافقوا. كلفت الصفقة مع آل سعود الكثير من الجهد، والمسألة أن الصفقة كان ينبغي أن يوافق عليها جميع أمراء عائلة آل سعود، كان ينبغي إقناع كل واحد منهم على حدة، وكنت أنا مسؤولا عن أحدهم، كان علي أن أقنعه بضرورة إبرام الصفقة واضطررت للقبول. 161 واحد من الأمراء وافقوا إلا شخص واحد فقط كان عنده مشكلة كبيرة، مشكلة إن هذا الاتفاق هيتوح لنا الحماية، هذا يبدو ظاهريا ويتيح استمرار حكم آل سعود لفترة كبيرة، لكن مخاطره كبيرة جدا كمان، أمريكا هتسيطر على السعودية بشكل كامل. هذا الشخص رفض إن السعودية تسلم نفسها لأمريكا بتلك الطريقة. كانوا بيشوفوا كان السعودية، جون بريكنس بيقول ان هم كان شايفين ان الامريكيين دول كفرة وممكن يغيروا من شكل الدولة. يمكن دي كانت واحدة من اهم مشاكل الامير الوحيد اللي خلته معصلج شوية، قال لك رغم ان السعوديين احتفظوا بحقهم في ابداء الرأي في طبيعة تلك المشروعات، فالحقيقة ان فيالق من الاجانب اغلبهم كفرة في عيون المسلمين حددت الشكل المستقبلي والبنية الاقتصادية لشبه الجزيرة العربية، والمفارقة أن ذلك سيتم في مملكة مؤسسة على مبادئ الوهابية المحافظة وتدير شؤونها وفقا لهذه المبادئ منذ عدة قرون. ورغم أن الأمور بدت في ظاهرة تمثل نوع من التعارض مع مذهبهم الوهابي المتشدد، لكن آل سعود شعروا بضعف البدائل المتاحة أمامهم تحت وطأة تلك الظروف والضغوط السياسية والعسكرية التي مارستها واشنطن عليها. برضو دي ما كانتش المشكلة الرئيسية، الراجل ده كان عنده شرط مجحف، الوحيد اللي رفض من ال 161 امير، كان عنده شرط مجحف هيبوظ هذا الاتفاق، شرط اللي كان ممكن يدمر هذا الاتفاق كله. يا ترى ايه هذا الشرط؟ شرط أن أجد له امرأة في كل مرة يزور فيها أمريكا لمقابلتي أو خلال زياراته الشخصية، وحدد مواصفاتي بأن تكون شقراء بارعة الجمال، ويجب أن تكون أمريكية من أسرة محترمة وليس من النساء المأجورات، وكنت مضطرا أن أعثر له على امرأة كهذه لأنه رفض الموافقة على اعتماد الصفقة حتى نحقق له نزوة. هذا شرطه الأساسي. في ذلك الحين كانت الأسرة كلها قد وافقت على شروطنا مقابل ضماننا لهم البقاء في الحكم، أما هذا الأمير فاشترط شرطا خاصا به كمكافأة شخصية صغيرة.
أعتقد أنك تزولت زيه وتخيلت أن هذا الرجل الأكثر وطنية وإخلاصاً واللي شاف أنه أن هذا خطير وكده، راجل طلع عايز مكافأة شخصية على جنب كده، ليه مواصفات معينة في الفتاة الشقراء اللي عايزها، مش أي واحدة وخلاص. لا شرط عشان خاطر الشعب ولا الأمة ولا الحرب ولا أي حاجة، كل دول مش في الحسابات ولا أي حاجة. شرط اللي فرضه الأمير السعودي اللي كان مع أصلك، قال لك لا أنا مش همضي بقى يا عم، كل إخواتك مضوا 160 مضوا، قال لك لا تجيبوا لي الأميرة الشقراء دي وبالمواصفات اللي عايزها. قالوا له يا جماعة احنا مش على حد تعبير جون بريكنز، قالوا له احنا مش قواضين مش هنعمل كده، قال لهم وانا مش هتنازل عن كده. أعرف أنه سبب لي حرجا كبيرا، لقد فاجأني بهذا الطلب، فأنا لست قوادا خصوصا وأنه طلب امرأة متزوجة من أسرة كريمة. مع ذلك اضطررت إلى القيام بهذا الدور وعثرت على هذه المرأة. الحمد لله ربنا وفق جون بريكنس، رجل بيعترف وعرف يلاقي طلب الأمير السعودي اللي معصلك. قلت لك الملك فيصل اشترط أن الكل يوافق وده كان معصلك، فلقاله الحمد لله الفتاة الشقراء اللي هو عايزها مقابل هذا الاتفاق التاريخي. لطيار مدني كانت تعرف أن لزوجها علاقات غرامية بنساء أخريات، وكان ذلك يؤلمها كثيرا. كانت تعيش في منطقة بيكن هيل بمدينة بوسطن، حياة وادعة ورغدة، لكن لم تكن تملك دخلا خاصا إذ كانت كل الأموال تحت سيطرة زوجها. وهكذا فقد كانت لها مصلحة في أن يكون لها دخلها الخاص وأن تنتقم من زوجها. صفقة هتبوظ عشان الفتاة الشقراء، لكن الحمد لله نجت الصفقة والبترودولار بقى اتفاق ملزم، والسعودية تحت الهيمنة الأمريكية، وأنقذ الدولار الأمريكي باتفاق البترودولار. الحمد لله البركة في الفتاة الشقراء. في حال هددت دول مثل إيران أو العراق أو إندونيسيا أو فنزويلا باستخدام الحظر النفطي، فإن السعودية حسب الاتفاق ستسدد بثرواتها النفطية الهائلة أي نقص في الإمدادات النفطية للولايات المتحدة. هل يعني ذلك أن السعودية أصبحت بمجال للاقتصاد الأمريكي؟ هذا صحيح، وكانت الدول الأخرى الأعضاء في الأوبك تعرف هذا، لذلك لم تحاول حتى فرض أي حظر بعد ذلك، لعلمها بموقف السعودية وإدراكها أنه لا جدوى في الأمر إطلاقا. عشان كده ابن سلمان كان بيتراجع وكان بيصمت هو وأبوه على الإهانة الأمريكية ويبلعوا كلام ترامب اللي كان بيخرج يذل السعودية بسبب هذا الاتفاق المكحف. هي مهتمة جدا بقرارنا، وقلت حسنا كما تعلمون، فإذا كنتم تريدوننا أن نبقى فربما يتعين عليكم أن تدفعوا. Saudi Arabia is a very wealthy nation and they're going to give the United States some of that wealth hopefully. Countries that are there that you all know very well are immensely wealthy. They're going to have to pay for this. And I think the president and I agree very much on that. And they will pay for it. They will pay for it. We've spoken to them. They will pay. They're great. King Solomon. I spoke to him this morning, a long talk. And I said to him, King, you got trillions of dollars. Without us, who knows what's going to happen. Maybe you're not going to be able to keep those airplanes. Because you know what? They'd be attacked. With us, they are like, you know, safe. Totally safe. But we don't. Get what we should be getting. We protect Saudi Arabia. Would you say they're rich? And I love the king, King Solomon, but I said, King, we're protecting you. You might not be there for 2 weeks without us. You have to pay for your military. You have to pay. But take Saudi Arabia. Would you say they have some money? So we defend them. And they pay a small percentage. I said, excuse me. King Salman, he's my friend. Do you mind paying for the military? Do you mind? Pay. They're paying for 30%. I said, do you mind paying? But nobody has asked me. I said, but I'm asking you, King. He's great. He said, but are you serious? I said, no, I'm totally serious. Trust me. And they'll do it. He said, nobody's ever asked him.
You're talking about, by the way, you're talking about billions and billions of dollars. Look at Iran. Before I got there, Iran was going to take over the Middle East in like 12 minutes, right? Now they're trying to survive. And what we do is we protect wealthy countries for nothing. For nothing. Would you say Saudi Arabia is wealthy? Yeah. Right? And I said to the king, you got to pay. I'm sorry, you got to pay. We're going to protect you. You got to pay. Get the money. You got to pay. You got to pay! تعلمون أن السعودية بلد غني جدا، وعلى مدى أعوام وأعوام لم تكن السعودية لتستمر لولا الولايات المتحدة، لأننا نحميهم ولا نحصل على مقابل، عليهم أن يدفعوا. أنفقنا مليارات تلو المليارات سنوية لحماية السعودية، وأخبرت الملك سلمان وقلت له: معذرة أيها الملك، عليك أن تدفع. الاتفاق وقع برعاية الملك فيصل في النهاية، وهذا الاتفاق هو اللي خلى الدولار يحكم العالم. ورغم كل ما تقدمه للسعودية لأمريكا لحد الآن، اتفاق وقع برعاية الملك فيصل، لكن جون بريكنز بيلمح ان اغتيال الملك فيصل جاء ليكون عبرة. هو اللي بيقول ان فيصل هو اللي قاد السعودية لقطع البترول عن أمريكا سنة 73، وقبل ما يوافق على عقد الصفقة. الملك فيصل وافق على الصفقة التاريخية، لكن من وجهة نظر جون بريكنز كان لازم يدفع الثمن ان هو اللي قطع البترول عشان يكون عبرة. لدي معلومات حول مقتل الملك فيصل، لكني على يقين انطلاقا من تجربة خاصة انه كغيره من زعماء الدول الغنية بالنفط كان امام خيارين: اما اللعب حسب القواعد التي تريدها الولايات المتحدة، هو اما الزوال بطريقة او باخرى. انا لا اظن انه كان يمكن عزل الملك فيصل عن طريق نشر شائعات حول مغامراته العاطفية، وربما لهذا وقع الاختيار على الاغتيال كوسيلة للتخلص منه. ده خلاصة الحكاية اللي بتحكم العالم لحد الآن. تقدر تربطها بجيش الاحتلال، تقدر تربطها بمصر، تقدر تربطها بالخليج كله، تقدر تربطها بالمشهد العالمي والإقليمي. في النهاية حماية العرش السعودي مقابل البترو دولار، هي دي الحكاية، إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا.